نصرطل بصل وثوم. ربع كوباية زيت. نطبخ البصل لحد ما تصبح شفافة. أنا هنا ضفت 4 أكواب ماء، لكن في النهاية طلعت الموية كثيرة. 3 كوبايات كفاية. أول ما تبدأ تغلي نخلطها. ملعقة صغيرة فلفل، نص ملعقة صغيرة شمار، نص مكعب مرقة، ملعقة صغيرة ملح، نضيف 1/2 كيلو لحمة. نطبخها لمدة 1/2 ساعة. نجي نجهز البامبي أو البطاطا. استعملت 1/2 دي اللي هي حوالي 1/2 كيلو. نخدها في الموية عشان ما تسود. ملعقتين كبار طماطم مطحونة. نص ملعقة كبيرة معجون طماطم. شوية شطة لون أو بابريكا. نضيف البامبي. وأنا هنا لأن موية الدمعة كانت كثيرة زدت النار وغليته لمدة 10 دقائق عشان نتخلص من الموية الزايدة. بعد ذاك نخفف النار ونطبخها لمدة 20 دقيقة أو لحد ما البامبي يستوي.
بودكاست.